يعني انا اريد اعرف قضيه واحده، اذا الان البصره غاب بها القانون، يعني انتم الان في البصره كل واحد يحمي نفسه؟ طبعا كل انسان يحمي نفسه اليوم، اما ان تكون محترم وتحمي نفسك والا انت تكون يعني مداس، عفوا لهذه الكلمات، اعتذر هذه لا لا أبدا. الكلمات، تصير مداس لبعض العشائر القوية بغياب القانون. قلت لك انا انه ما زين، ضامن ما في هسه يحميني. خلي عوف العشائر، اكو عندي ميليشيات، اكو عندي عصابات، اكو عندي ناس جاي تقتل متظاهرين، جاي تقتل ناشطين، جاي تقتل اعلاميين، يعني انتم كاعلاميين ايضا بالبصرة الان اكو عمليات قتل لكم وقتل ممنهج، من وراها؟ نعم والله يا استاذ محمد، هذا القتيل الممنهج ما ممكن ان يعمله شخص بسيط او فئه بسيطه، هذا القتيل تابع الى جهات تابعه الى الدوله، من احزاب متمرسه، احزاب لها يعني ثقلها بالبصره. واليوم البصره انا اوصفها دائما، اقول البصره كخليه عسل تشبث بها الجراد. ليش؟ اهل البصره طيبين، اهل البصره ضعفاء، لذلك سلطة الأحزاب تشبثت بالبصرة وحقيقة سيطرت على الوضع. وهذه الاغتيالات اللي جاي تصير هي مو بعيدة عنا أستاذ محمد، أنا وأنت نعرفها حق المعرفة أنه هي من عندنا وبينا هذه يعني الاغتيالات. خمو جاني واحد من كولومبيا ويغتال بالعراقيين، لو جاني واحد مثلا ما أجاك واحد من الهند ولا من كولومبيا ولا أجاك من صربية اللي جاي يقتل عراقي، أنا عراقي مقابل عراقي جاي أقتله. طيب ليش يقتله؟ على كلمة؟ على كلمة، على يعني رأي، سبب على الفساد، مبدأ، سبب على الفساد بالبصرة من وراه يا محمد؟ سبب الفساد البصرة يتحمله الحكومات المتعاقبة من 2003 إلى اليوم تتحمله. سبب الفساد البصرة والاستشراء هذا الفساد من الأحزاب اللي مسكت البصرة، يعني يعني أنا ما